من هنا خليني هروح لواحد من أروع الأصوات اللي إنسان يسمعها، واحد من الأصوات التي نطلق عليها دائما أصوات السماء، مولانا القارئ والمنشد الراحل سيد النقشبندي. حتة صوت الله يرحمه يا رب جابه منين؟ هبة الرحمن. شيء مذهل. اتكتبت رواية على مولانا النقشبندي، الرواية اسمها كده النقشبندي، كتبت رواية للكاتبة رحمة ضياء. الرواية أثارت زوبعة حقيقية وخاصة لدى أسرة مولانا الشيخ سيد النقشبندي، وقالوا اللي جه في هذه الرواية في كثير منه أو بعضه ليس صحيحا على الإطلاق. احنا معانا أستاذ إبراهيم سيد النقشبندي نجل مولانا الراحل الشيخ النقشبندي، أهلا بيك. أهلا أهلا بيك يا حبيبي. إزاي حضرتك؟ يا مرحبا، الحمد لله يا رب العالمين. الحمد لله والشكر لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا، وبمس عليك وعلى كل مشاهدين حضرتك. ربنا يخليك. وكمان أحب أن أنا أترحم على أستاذنا الفاضل الكبير أستاذ وائل الإبراشي. الله يرحمه. الله تعالى عليه. الله يرحمه يا رب. حبيبي. الله يرحمه. يا مرحبا يا مرحبا. أهلا بك. تفضل يا حبيبي. دلوقتي صدرت رواية الكاتبة رحمة ضياء معنوانة النقشبندي. نعم. وظن القراء أو ظن الناس أو اعتقدوا في أنه هذه رواية تسجل حياة ورحلة مولانا الشيخ النقشبندي، إلا أنه حضراتكم كأسرة قلتوا لا. نعم إطلاقا يا إيه اللي وجدتوه في الرواية مخالف للحقيقة؟ والله أنا ما قرأتش الرواية، بس اللي وصلني إن هي بتقول عن الوالد عليه رحمة الله ان هو تخيل الشيخ سيد النقشبندي كان ياكل كيلو حلاوه طحينيه قبل ما يطلع يبتهل او ان هو يقرا القران الكريم. الوالد عليه رحمه الله كان ما شاء الله زي ما انت قلت كده، كان ربنا مديله صوت جميل وهبه من عنده، ان هو كان ممكن لو يقعد 24 ساعه من غير اكل ولا شرب ان هو ينشد ويقرا القران ويبتهل، ما كانش في عنده اي مشكله لذلك. وده طبعا بشهادة الموسيقيين والناس اللي بتفهم في الأصوات. ثانيا، الأخت الفاضلة الكاتبة تواصلت معايا من حوالي 7 شهور أو 8 شهور عن طريق خدت رقمي من اللواء سعيد النقشبندي، ده ابن عمي، وكلمتني وأنا رفضت قاطع. قلت لها لأني أنا عندي كل الداتا وعندي المعلومات إن أنا أقدر أعمل كتاب، ومقتدر والحمد لله إن أنا أقدر أعمل كتاب واتنين عن الوالد عليه رحمة الله، لأن عندنا كل المعلومات والداتا والقصص الحقيقية والمفكرات اللي كان بيكتبها بخط إيده، سافر فين وجي منين وتعزم فين وراح فين وجي منين. تمام؟ ففوجئت من كام يوم إن في كتاب منشور في السوق، والغريب ان هو منشور عن طريق دار نشر كبيره في مصر. تمام؟ طيب، تواصلنا معاها من حوالي 3 أيام عن طريق عمي الحاج المهندس رضا حسن، ويمكن حضرتك تعرفه، هو تواصل مع حضرتك قبل كده في البرنامج. ايوه. وبيقول لها انت حضرتك جبت القصص ديت منين؟ مين اللي ادالك القصص دي عن حياه الشيخ؟ بتقول له والله دي حاجات من وحي الخيال. فهل ده يجوز حضرتك؟ هل ده ينفع؟ ازاي انا اكتب كتاب على احد وراجل طيب زي ده ما سابش الا كل خير وكان محب لمصر ان هو يتقال عنه الكلام ده؟ طب ليه؟ عشان ايه؟ عشان التربح مثلا يعني؟ طب هل هي استأذنتكم يا استاذ ابراهيم في انها تكتب هذه الروايه؟ هل خدت منكم اذن كتابي اما؟ اطلاقا. أنا حتى حبيت أتأكد من ده وسألت كل واحد في الأسرة، طبعا مفيش، ما تواصلتش مع حد، هي تواصلت معايا وأنا رفضت زي ما قلت لحضرتك. بس يا حبيبي، يعني رفضت أن تصدر أو أنه تكتب رحمة ضياء رواية عن النقشبندي؟ بالظبط. طيب، ما أثار حفيظتكم يا أستاذ إبراهيم؟ هل بس مسألة أنه مولانا كان بياكل كيلو حلاوة قبل ما يبدأ في الابتهال أو القراءة؟ لا، في أمور أخرى؟ في أمور أخرى صراحة، أنا ما قرأتش الكتابة، بس اللي أنا بسمعه إن في أمور أخرى كتير، وزي ما قلت لحضرتك بتقول للمهندس رضا، بتقول له الحاجات دي من وحي خيالي،
فانا مش فاهم هل ده ينفع يعني ولا هل ده يجوز؟ هو احنا فعلا الحقيقة برضو علشان يعني يبقى بمنتهى المهنية انه احنا اتصلنا برحمة ضياء، فهي الحقيقة رفضت المداخلة. انا كان نفسي حضرتك ان هي تكون موجودة على الطريق. والله احنا اتصلنا بيها وقلنا لها احنا عايزينك تدخلي معانا وهيبقى موجود معانا الاستاذ ابراهيم، رفضت المداخلة وقالت احنا انا يا جماعة كاتبة رواية فيها اشياء من وحي خيالي. طيب حضرتك عايز ايه اكتر من كده؟ طب ده ينفع؟ طب هو هنا برضو الواحد لازم يسأل سؤال في المطلق مش بس لحضرتك ولكن بشكل عام، هل من الوارد او من المقبول او من المسموح او اللائق ان انا اكتب رواية بمسمى السيرة ولكن اضيف عليها ما يأتي في خيالي؟ لا طبعا، يعني لا انا عاوز اكتب سيرة النقشبندي، يبقى انا هرجع لأسرة النقشبندي وارجع للوثائق وارجع عشان اعرف ايه الاحداث اللي صارت في حياته وراح فين وجي منين وحفظ وتعلم فين وحفظ القرآن فين وايه انا مش فاهم، انا مش فاهم ازاي هي الاخت الفاضلة مع كل احترامي وتقديري ليها ان هي تعمل كتاب زي ده وعن راجل طيب زي ده وتقول عليه حاجات الغريبة اللي حصلت. طيب انا على كل حال انا طبعا استاذنك استاذ ابراهيم في واعتبر درجة يعني اقرا الروايه برضو ودي حاجه مهمه لانه ليس من سمع كمن قرا زي ما يتقال، فاقراها كويس وخد ملاحظاتك واعتقد انه هيبقى مهم انك تتواصل مع رحمه ضياء مره تانية لمناقشتها فيما كتب وما نشر والتاكد من ان هي نشره بمسمى انها قصة حياة أو سيرة حياة مولانا الشيخ سيد النقشبندي. أنا بشكرك جدا أستاذ إبراهيم.